صباح الخير، تحية صباحية جديدة لكم مشاهدي الإخبارية السورية. مشوار جديد منترافق فيه من أرض الياسمين. صباح بنستمد قوته دايما مهمة وصمود أبطال رح يبقوا دائما حراس الحياة لكل صباحاتنا، أبطال الجيش العربي السوري. رحلتنا الصباحية لليوم تتضمن محطات كثيرة ومتنوعة رح نضوي فيها على مواضيع بتهمكم. فصباح جديد بنبتدي معكم مشاهدينا مشاهدي الإخبارية السورية. وقبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية بدي صبح على زميلتي سالي. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا نور. أكيد صباح يوم جديد عم نرسم أولى ملامحه سوا برفقتكم. أكيد رح يبقى الأمل عنوان طالما حراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري هن حماته. تحيتنا الصباحية ما بتكمل إلا بصمودهم وانتصاراتهم. وهلأ لحتى نتعرف على الفقرات يلي رح نترافق فيها لليوم، فاصل وبنرجع بنكفي مشوارنا معكم. أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحبب جراحوا. أول محطاتنا الصباحية سالي رح نقوم فيها بجولة على مجموعة من المعلومات ممكن نتعرف عليها لأول مرة وممكن نكون بنعرفها بفقرة هل تعلم. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأن الصداقة بين الرجل والمرأة لمدة طويلة من الزمن شيء مستحيل علمياً؟ حيث أكدت أبحاث علم النفس بأن علاقة الصداقة العميقة بين الجنسين التي تتعدى سنوات دائماً ما تتحول لعلاقة حب. وهل تعلم بأن 2% فقط من البشر يملكون الشعر الأحمر بشكل طبيعي؟ وهؤلاء عادة الهدوء والجمال، ولكن يرى علماء الوراثة بأنه قد ينقرض تماماً خلال 100 عام. وهل تعلم بأن الماء يمد الجسم بالطاقة الإيجابية والحيوية ويتسبب في تجديد الخلايا البشرية؟ وهل تعلم بأن الشوكولا والفراولة والبيتزا تعتبر من أبرز الأطعمة التي تجعلك سعيداً ومبتهجاً تلقائياً؟ فهذه الأطعمة تساعد دماغك على إفراز السيروتونين التي تقضي على الاكتئاب. أخيراً، هل تعلم بأن الموز يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم؟ وذلك لأنه غني بمعدن البوتاسيوم الضروري لتقلصات العضلات، كما أنه يحسن نظام القلب والجهاز العصبي. سالي، كنا عم نسمع مع بعض المعلومات يمكن نتعرف عليها لأول مرة. في معلومة لفتت نظري إنه العلاقة الصداقة بين الجنسين تكون طويلة الأمد وتتحول لحب. أكيد نور، وخاصة إذا كان في انسجام بين الاثنين، يعني على المدى بيصير في اعتياد، وبعد الاعتياد بيصير في حب، وما في أحلى من الحب. أنو المعلومة اللي لفتت نظرك؟ بصراحة الفراولة والموز اللي بيقلل من ضغط الدم. لكل حدا يمكن سمع هالنصيحة وما بحب الموز إنه ياكل مشان صحته، يعني أكيد هلا. أكيد نور، رح نبدأ حلقتنا مثل كل يوم بجولة سريعة على أبرز الأخبار المنوعة حول العالم. وأول خبر معنا لليوم من صحيفة ديلي ميل البريطانية اللي نشرت سلسلة من أغرب التصاميم المعمارية
التي وصفت بالأعجوبة. سالي عرضت صور أفضل المباني حول العالم والتي جاءت عبر كتاب Lonely Planet الذي جمع 120 مبنى مصمم بشكل غير تقليدي حول العالم. جمع الكتاب بين التصميمات القديمة والحديثة والتي تميزت جميعها بالدقة والرقي. خلونا نتابع. نور، رح ننتقل لخبرنا التالي لليوم، حيث نشر موقع بورت باندا مجموعة من الصور المبهرة تظهر جمالا استثنائيا لبحيرة بايكل التي يطلق عليها الروس اسم عروسة روسيا، أقدم وأعمق بحيرة بالعالم. سالي، البحيرة مملوءة بالمياه النقية حتى القرن التاسع عشر، وذلك بعد أن تجمدت حتى يومنا هذا وأصبحت تحتوي على الجليد فقط، بينما تزهر فقاعات الأكسجين داخل الجليد في مشهد يتجلى فيه الجمال. خلونا نتابع مع بعض هالمشاهد. رح نروح نور لاحتفال سكان مدينة إديبور بمقاطعة جوجارت غرب الهند بعيد ميلاد أسطورة الكوميديا البريطاني شارلي شابلن الذي ولد قبل 129 عام. خلونا نشوف الصور لشارلي شابلن مع بعض. آخر أخبارنا المنوعة سالي لليوم، عرض مصمم السيارات البريطاني أفضل خان لوحة رقم سيارة تحمل الرمز F1 للبيع مقابل 12 مليون و250 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 17 مليون دولار و514 ألف دولار أمريكي. وأيضا نور، اشترى خان اللوحة بعام 2008 مقابل 440 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 629 ألف دولار أمريكي تقريبا. وكان خان رفض عرضا لشراء لوحة سيارته المميزة مقابل 6 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل 8 ملايين و578 ألف دولار أمريكي تقريبيا، إذ كان لا يزال يستخدمها مع سيارته بوغاتي فيرونا. أما هلأ رح نروح سوا سالي بجولة لنقلب بصفحات التاريخ، فبكل يوم أحداث كتيرة تسجل حضورها لتكون ذاكرة بالمستقبل. شو هي أحداثنا لليوم؟ خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي.
لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يغير مجرى التاريخ ويترك بصمة واضحة في سجلاته، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. من عام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت في النهاية إلى قيام الولايات المتحدة، وفي عام 1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات، وفي عام 2009 عبد العزيز بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجزائر لفترة رئاسية ثالثة. من الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1832 خوسيه إتشيغاري، عالم رياضيات وكاتب إسباني حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904، وفي عام 1987 ماريا شاربوفا بطلة كرة المضرب الروسية. من أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1906 بيير كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903، وفي عام 1998 أوكتافيو باث، أديب مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1990. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. وأيضاً يا نور، برزنامة اليوم سجلت شخصيات كثيرة تاريخ وفاتها أو ولادتها. خلينا نتعرف على شخصية اليوم بالتقرير التالي. أوكتافيو باث شاعر وأديب وسياسي مكسيكي، ولد عام 1914 في مدينة مكسيكو العاصمة. نشر أول أشعاره وهو في 17 من عمره، ثم التقى بالشاعر التشيلي بيبلو نيرودا وتأثر بشعره، وهو من شجعه لحضور مؤتمر الأدباء في فالنسيا. التحق باث بالسلك الدبلوماسي عام 1945 وعمل به لمدة 23 عاماً. عين سفيراً لبلاده في كل من فرنسا وسويسرا والهند واليابان، إلا أنه استقال من السلك الدبلوماسي عام 1968 احتجاجاً على سياسة حكومته في قمع مظاهرات طلاب التي أدت إلى مصرع 300 طالب وتفرغ بعدها للصحافة. شملت كتابات باث الشعر والفن والتاريخ والسياسة، إضافة إلى النقد الأدبي، ونشرت له 5 دواوين شعرية صدر أولها عام 1949. من أهم أعماله كتاب متاهة العزلة وحرية تحت كلمة، وفيه برزت القضايا التي سيطرت على فكره فيما بعد، وهي الحب والزمن والوحدة. حصل على جائزة نوبل في الأدب لعام 1990، ليكون بذلك أول شاعر وأديب مكسيكي يفوز بهذه الجائزة. رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، مستمر الشعب السوري بالعطاء الفني والثقافي متحدي كل ظروف الحرب على البلد. وأيضا نور، بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين والنحاتين من مختلف المحافظات السورية، أقام ملتقى البيادر الثقافي معرضا للفن التشكيلي في صالة عمريت للفنون بمحافظة طرطوس. للحديث عن الموضوع بشكل أوفى معنا الفنان التشكيلي والنحات ياسر جبر خلوف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. وأهلا صباح النصر فيك. لموطني سوريا، صباح النصر لحماة الفجر رجال الجيش العربي السوري، صباح الخير لكل سوري شريف، صباح الخير لحضرتكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نحكي عن هذا المعرض اللي تم إقامته في ظل ظروف يمكن جميلة على وقع انتصارات رجال الجيش العربي السوري على الأرض، هناك كمان وقع للمنتوج الثقافي والفني والفكري.
هو الحمد لله انه يعني بهمة رجال جيشنا الانتصارات كانت متلاحقة، وان شاء الله للنصر الكبير. طبعا الملتقى كان هو يعني ردة فعل لهالحرب اللي كانت عم تطمس هويتنا وعم تطمس انتمائنا. اي شيء له علاقة بهويتنا السورية والعربية والإسلامية كانوا عم يحاولوا تخريبه، فما كان إلا تكون ردة فعلنا هي إظهار هالهوية وتسليط الأضواء عليها. والحمد لله سوريا مليئة بالناس الشريفة وبالناس المبدعة، فهذا المعرض هو خطوة صغيرة بس إسه في خطوات كتير إن شاء الله للأمام. يعني يا أخ ياسر، عم نشوف رغم الظروف اللي نحن عايشين فيها عم نشوف المعارض بشكل مكثف، عم نشوف مشاركات لفنانين من كافة المحافظات. يعني رغم ظروف الحرب ورغم الجو اللي كنا عايشينه وإن شاء الله هلأ غيمة عم تزول، عم نشوف فن وإبداع. شو دليل يعني قديش نحن في رسالة نحن بدنا نوصلها رغم الظروف الحربية اللي عايشين فيها؟ الرسالة، الهدف منكم أنتم كفنانين، خلينا نحكي شوي. هلا هو بصراحة في مثل شعبي نحن عنا هيك بطرطوس، أنه لما بتعصري حبة الزيتون بيطلع الزيت. فالظروف كل معصيتي يا زيادة بيطلع زيت أزرق. فظروف الحرب هي عموما تعتبر فرصة للناس المبدعين لإظهار أفضل ما عندهم. نحن دائما مبدعين، يعني سوريا من آلاف السنين دائما الحضارات والآثار والفن والإنسان والتاريخ. فلذلك يعني نحن هذا توقيتنا، يعني دائما الرجال تعرف بالشدائد وجنود الشجعان تعرف بالحروب، فلذلك الفنانين بعتقد هذا التوقيت المناسب لإلهم ليظهروا هويتنا مثل ما سبقت وحكيت. نحن رسالتنا على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والوطنية والمواطنة والانتماء والحرب. فبتوقع يعني كانت المشاركة من كل المحافظات، كان عنا من حلب، كان عنا من اللاذقية، كان عنا من الشام، من حمص، من طرطوس، من السويدة. في أشخاص كتير فنانين مبدعين. أكيد بنوجه تحية لجميع الفنانين ولكافة المحافظات اللي صمدت في ظل هيدا. طبعاً أكيد بنحييهم كتير. طبعاً. أكيد رح نتابع مع حضرتك ومع المشاهدين كيف كانت أجواء المعرض ونرجع بنتابع حديثنا. تفضل. يعني بعد ما تابعنا هالمادة التالية من المعرض الذي أقيم، خلينا نحكي عن اللوحات يلي تم عرضها. قديش أخذت شغل؟ قديه كان في تحضير ولا دغري فجأة صار المعرض؟ هلا بصراحة ملتقى البيادر هو بإدارة الأستاذ حسن بزاقي، كان إنسان جدير بأنه يكون بهالموقع، لأنه التنظيم كان كتير عالي وكان بمنتهى الدقة وكان كويس كتير، وكان الحضور مثل ما تفضلتي من عدة محافظات. هلأ التحضير أكيد بيأكل كتير من الجهد والوقت، بس إنما الأعمال هي بتختلف من فنان لفنان. أنه يعني هلأ مثلا كل فنان لحتى يحضر لوحة
احيانا يعني نحن الفنانين ننتظر الالهام للشغل. صحيح. في فنانين احيانا ممكن تاكل معه اسبوع اللوحه، ممكن شهر، ممكن سنين، حسب حسب المزاج. ايه طبعا طبعا. هلا الفنان دائما بينتظر هي الحاله، بيعتبرها حاله ابداع والهام. فنان مزاجي بشكل عام. ايوه تماما، بيحسبها بحساسيته للظروف وهيك. فعموما هلا في فنانين بتطلع اعمالها بوقت قصير، في منهم بوقت طويل، وطبعا كان التنوع باللوحات يعني هذا اللي بدي اسالك عنه. عم نحكي تقريبا عن اكثر من 50 لوحه ومنحوته. نعم. شو تضمنت اللوحات؟ يمكن خلينا نحكي المواضيع اللي تركزت عليها اهم اكثر شيء. يعني لما نقول مدرسه الفن التشكيلي هي مدرسه كبيره وواسعه، لكن نعم. كل فنان عنده بصمه خاصه، بصمه مميزه، احيانا انعكاس الواقع، ظروف الحرب، التحديات بترسم من خلال الريشة للفنان. نعم، هلا كان التنوع هو نوعين. يعني تنوع من حيث الموضوع وتنوع من حيث الشكل. نعم. هلا التنوع من حيث الشكل، كان في عنا لوحات بقلم الرصاص والفحم، كان في لوحات بالألوان الزيتية، ألوان الإكريليك، كان في منحوتات من الخشب، كان في منحوتات من الرخام، وكان في شغلة جديدة عم يقوم فيها زميلنا سليمان علي، هي الأوريغامي، هي فن طي الورق. حلو. الياباني. هي من حيث الشكل. هلا من حيث المضمون أو الموضوع، كان في شيء له علاقة بظروف الحرب، يعني رسائل إلى علاقة بالانتصارات، بالصمود، بالحرب. نعم. كان في مواضيع واقعية بتحكي عن طبيعة معيشة الناس بهالظروف، وكان في مواضيع هي لأجل الفن، يعني احترافية، إنه مثلا حدا عم يرسم واقعي بشكل كتير كبير وحلو. كان في منحوتات كمان هيك تجسيد للجمال، تجسيد لل شو بدنا نسميها، البراءة. يعني كان متنوع كتير وغني المعرض الحمد لله. يعني تنوعت الأعمال وتعددت، ولكن الهدف واحد، هو إظهار الإبداع والفن. خلينا حكينا بالعموميات. نعم. خلينا نحكي بأعمالك أنت يلي تخصصت فيها بهذا المعرض. وين اتجه قلبك، أو وين اتجهت روحك لشو، وكيف تشكلت اللوحة النهائية؟ تمام. هلا أول شيء الأعمال، أنا شاركت بعملين رسم وبعمل نحت. هلا الأعمال، أنا بصراحة في عندي عادة إنه العمل ما بطلعه أكثر من مرة واحدة إعلامياً، يعني ما بخلي اللوحة تاخذ دور فيكتا عشان ما تحرقها. ايوه دور فيكتا، يعني مشان هيك هلا الفنان دائما بيعتبر انه اعماله بمثابه اولاده، يعني كل لوحه فيها خصوصيه. أيوة. فلذلك نحن بنعطيهم انه ضوء بالتساوي، تماما، انه بتطلع على اللوحه على المعرض مره واحده، بتجي اختها بتاخذ محلها. يعني هلا الاعمال كانت من حيث المضمون، كان في كثير اعمال عندي عن الازمه وعن الحرب وعن الانتصارات وعن الجيش، بس بهذا المعرض شاركت بلوحة عن انتصار دمشق، عملتها بمعجون الذهب والفضة. حلو. هيك حاولت اترك بصمة جديدة بهالموضوع كمان، وحطيت قطع من الموزايك. حلو. او الارابيسك لما بسموه. تقول انتصار يعني لانتصار دمشق، لوحة بتعبر عن هيدا الانتصار، معجون بالفضة والذهب، لأنه فعلاً معجون بدم شهداء هذا الانتصار. أكيد. أكيد. انتصار عظيم حققه رجال الجيش العربي السوري بدماء شهدائنا، فتحية لكل رجالنا، رجال آمين. الجيش الله يرحم السوري شهدائنا. والرحمة لشهدائنا، الرحمة لشهدائنا، وإن شاء الله النصر القريب لجيشنا البطل. ونحن كتير فخورين ومنعتز فيه بصراحة، يعني ما تصدقي انه غير نحن بنشعر بالأمان وبالخير بوجودهم. بس قديش جميل هيدا الاندماج، لما نقول مثلا هي الصورة أو هي اللوحة أو هيدا المعرض على وقع انتصارات رجال الجيش العربي السوري، نحن عم نشوف جندي على الجبهة وجندي آخر، جندي بالفن، جندي بالثقافة، جندي بالفكر، عم يحاول كمان يحارب، لكن من خلال ريشته، من خلال ألمه، من خلال فكره. هلا هو الواجب بيتطلق أنه كل واحد يكون جندي بساحته بمعركته. نعم. بس نحن أمام رجال الجيش صغار،
صدقيني صغار كثير، هن عم يضحوا كثير وهن عم يبدعوا، هن عم يرسموا لوحه بالتاريخ، عم يرسموا لوحه بالحياه، عم يعطوا دروس للعالم، عم يعطوا دروس للانسانيه. هذا الشيء نحن كفنانين بنعجز انه نرسمه، ما بتساعدنا الريشه، ما بتساعدنا الالوان لحتى نرسم هيك شيء، فبيضلوا هن شيء مثل الملائكه بالنسبه لنا يعني. وانا بعتز دائما بكل معرض انه مثلا ارسم لوحه عن الوطن، عن الجيش. بهذا المعرض كان عندي هي اللوحه نصر دمشق، وفي لوحه ثانيه هيك عم اعمل مثل ان شاء الله مجموعه اسمها طبيعه حول العالم، عم جسد فيها احيانا شخصيه الانسان ان كان بافريقيا او بالقطب او بالثلج او يعني بمختلف البلدان، كيف بيكون شكله، كيف بيكون كذا، باعمال نحتيه. وزائد بالاضافه لوحات بتحكي احيانا عن الطبيعه الصامته بكذا بلد او بكذا مكان بالارض، او احيانا الحيوانات الموجوده، الاسماك، الطيور، حسب الجغرافيا العالم يعني. بالاخير نحن كمان انتمائنا للارض، ونتمنى السلام يعم للارض جميعا يعني. يعني شو من حكينا وشو من قلنا وشو من رسمنا ما منوفي جنودنا على الجبهات حقهم، ولكن بدنا كتير نتشكر الإبداع، بدنا نتشكر الفن، بدنا نتشكر الثقافة اللي هي صمدت، اللي هي سلاح السوريين أينما وجدوا وأينما كانوا. نحن سلاحنا المحبة، سلاحنا العلم، قوتنا بعلمنا، بفكرنا، بحضارتنا. بدنا نشكر كثير وجودك معنا، نورتنا اليوم. نتمنى لك كل التوفيق بجميع المعارض، وان شاء الله تكون لكم مشاركات اوسع، مو بس بطرطوس، بدمشق وكافه المحافظات السوريه. اهلا وسهلا. اكيد نتمنى لك التوفيق الفنان ياسر جبر الخلوف، ونتمنى التوفيق لجميع الفنانين التشكيليين المشاركين بالمعرض. دائما يمكن الفن السوري والفكر والثقافه السوريه مستمر في سوريا رغم كل الظروف، يمكن من رحم لم يولد الإبداع بنكهة خاصة، فبدنا نشكرك أكيد. شكرا كثير لكم. أما هلأ سالي بدنا ننتقل لفقرتنا التالية. فقد أقامت الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية للحروق مؤتمر السنوي لمناقشة الأبحاث الجديدة في معالجة الحروق والندبات، وذلك بحضور أطباء من محافظات مختلفة، إضافة إلى مشاركة أطباء مغتربين، وذلك بهدف تبادل الخبرات. التفاصيل بالمادة التالية. الهدف انه نحن الاستمرار بالتواصل العلمي والاجتماعي مع كل زملائنا بالاختصاص سواء بداخل سوريا او خارج سوريا. طبعا نحن متشكر كثير للزملاء اللي لبوا دعوتنا من الخارج وحتى من المحافظات. طبعا رسالتنا انه نحن ما نزال موجودين وقادرين ان شاء الله انه نقدم الافضل وندافع ونبني بلدنا ان شاء الله ونرجع احسن مما كنا ان شاء الله. رابطت الجراحة التجميلية والترميمية والتصنيعية تقيم مؤتمرها السنوي، حيث يتم عرض أحدث المستجدات والتقنيات الحديثة في إجراء العمليات الترميمية والتجميلية. وألفت النظر أن أطبائنا خلال الفترة السابقة كانوا على قدر المسؤولية بإجراء العمليات للأزيات الحربية التي نتجت عن الإصابات الإرهابية، واليوم بمشاركة الأطباء من كافة القطاعات ومن أغلب المحافظات وزملائنا المغتربين لتبادل الخبرات واستخدام أحدث التقنيات بإجراء العمليات الترميمية وفق المعايير العالمية الحديثة. هدف المؤتمر
مثل ما حضرتك هاتف، اكيد تبادل الخبرات بين الاطباء المقيمين في سوريا، وانا بشرفني اكون من ضمن يعني هالمجمع العلمي هذا، وان شاء الله راح نبحث ابحاث يعني بتختلف من تجميل الوجه لتجميل الجسم بشكل عام، تصنيع الثدي، تجميل الثدي، الحروق، علاج تشوهات الحرب والتشوهات الخلقية وخلافه. الهدف من الدعم للمؤتمر هو في التقنية الجديدة هي البوليوريتين، نوع جديد من أنواع البروتيز. الشركة الألمانية هي الشركة الوحيدة اللي بتصنع هيدا المنتج، ونحن حبينا أنه ننقل هيدا الشيء غير الموضوع التجاري، يكون هيدا الشيء منقول عبر خبرات خارجية إلى الأطباء في بالبلد هون بسوريا. مؤتمر عم يصير بهالظروف اللي عم نمر فيها بالبلد، يعني أنا طبيب مشفى الشرطة كمان بحرستا، بعد ما تحررت حرستا انعقد هالمؤتمر، يعني كثير فرحتنا كبيرة. ثانيا في مهمة المؤتمر انه عن بعد الخبرات بهالظروف الصعبة مع اطبائنا اللي موجودين برا اللي هن كمان سوريين. أما هلأ سالي بننتقل لمساحتنا القانونية لليوم، رح تكون موضوع قانوني يتردد كثير بين الناس وعلى شاشات التلفزة، مصطلح تجارة الأشخاص، لكن ماذا يعرفه القانون السوري وما عقوبة من يقوم بهذه التجارة؟ من هي الجهة المسؤولة على المراقبة والحساب؟ هي المحاور رح نناقشها مع المحامية الأستاذة رنا ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح الخير إليك وصباح الخير لكم جميعا. يسعد صباحك أستاذة رنا. بداية، القانون السوري عرف مصطلح الإتجار بالأشخاص وحدد أمثلة عليه، وأكيد دائما كان في عقوبات يعني من خلال هدول الأمثلة، فتعددت هدول القصص اللي رح تحكي لنا عنها حضرتك. تفضل. تمام. قبل ما أحكي على التعريف القانوني للإيجار بالأشخاص، بدي أقول إنه القانون السوري وجميع القوانين قدست حقوق الإنسان اللي هي تمس سلامته الجسدية، فكان جسد الإنسان مقدس والحفاظ على سلامته واجب لكل قانون من القوانين. وأيضا القانون السوري لم يكن غافلا عن هذه الجوانب، وحدد قانون خاص بالإيجار بالأشخاص ومنع المساس بالسلام الجسدية لأي شخص من الأشخاص. فجاء تعريف الإيجار بالأشخاص هو أي عمل، أي شكل من أشكال المساس بالسلامة الجسدية لأي شخص، كان سواء كان عن طريق استدراجه، عن طريق نقله من مكان إلى آخر بهدف الاعتداء على سلامته الجسدية، بهدف نقل أعضائه، خلينا نقول تجارة التجارة بالقاصرات، عن طريق مجموعات الدعارة. نعم. كل هدول المواضيع، القصر، الاعتداء على القاصرين والمساس بسلامتهم الجسدية، كل هدول المواضيع وهدول الحالات بتندرج تحت عنوان الإتجار بالأشخاص كما ذكرها القانون السوري. وفي شغلة كتير مهمة بدي أحكيها وأنا عم عرف الإتجار بالأشخاص، إنه القانون السوري ما فرق بين إنه إذا صارت عملية الإتجار بالأشخاص بشكل عنيف، يعني استخدم العنف في استدراج الأشخاص أو الاعتداء عليهم، أو كانت بأساليب الدهاء والإقناع والمسايسة، يعني إنه أنا أقنعت شخص، خاصة لما بيكون موضوع بيتعلق بالقاصرين مثلا، أقنعتهم فاستدرجتهم لمكان معين، بجوز قمت بقتلهم لحتى تاجر بأعضائهم، أي نوع آخر من التجارة، ورطتهم بأعمال غير أخلاقية وغير مشروعة، كل هاي القصص بتندرج تحت الإتجار بالأشخاص. وهي نقطة كتير مهمة أستاذة، لأنه لما نقول ظروف الحرب اللي عم نعيشها، يمكن هاي الظاهرة انتشرت بشكل كبير، حتى الظروف الحياتية والاجتماعية والاقتصادية إن كان قواصر كمان في استدراج بطريقة أو بأخرى. قديش مهم اليوم تنفيذ هيدا القانون على الأرض، محاسبة هدول الأشخاص؟ في جهات كتير كبيرة نحن عم نشوف، يعني في جهات خارج البلد كمان عم تكون وتقوم بهذا الشيء البشع اليوم،
صحيح. الحقيقة مثل ما ذكرتي حضرتك أنه نحن قبل الحرب كان عندنا موضوع تجارة الأشخاص أو تجارة البشر نسبته ضعيفة جدا في سوريا. الحقيقة من مفرزات الحرب وأي حرب بتصير بأي بلد بيكون إلى تداعياتها. إحدى التداعيات تدهور حالة اقتصادية تؤدي إلى هذا النوع من المشاكل. يعني أنا لما بكون عم بتعامل مع شريحة غير واعية من الناس بيكون عندها وضع اقتصادي إضافة إلى عدم وعي وضع اقتصادي سيء، فهدول بصير تأثير عليهم أسهل سواء بشكل إقناعي، يعني أنا بلعب دور كتير سيء معهم، أو بشكل عنيف. فأنا ومثل ما قلتي كمان أنه القصة هاي الجريمة صنفت بالقانون السوري أنه هي جريمة دولية. يعني شو يعني دولي أو ذات طابع دولي؟ لأنه هي ما بتكون أحيانا مقتصرة على داخل البلد، لأنه في عنا نحن مجموعات كبيرة يعني شو الشبكات تماما شبكات جماعات إجرامية المهجرين اللي خرجوا تماماً من أماكن إقامتهم عم يتم استغلالهم بطريقة أو بأخرى غير شرعية وغير أخلاقية. وغير أخلاقية صحيح أبدا. صحيح. فهدول الأشخاص حتى بيتشدد لهم العقوبة. يعني نحن بيكون عندنا العقوبة كذا بالقانون السوري اللي هي عقوبة الإجار بالأشخاص أشغال شاقة مؤقتة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية من 1 مليون إلى 3 ملايين ليرة سورية. لما بيكون شخص منفرد عم يرتكب هذا الفعل الجرمي، لما بيكون في عندنا جماعة إجرامية فهي العقوبة بتتشدد أكثر لخطورة هدول الجماعات اللي هن، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صار التواصل بين شخص خارج البلد وداخل البلد عملية سهلة جداً. فارتكاب هذا النوع من الجرائم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي صار أسهل. فبالتالي نحن أمام مشكلة خطيرة لازم نعالجها، وقبل ما نعالجها لازم نتبع أساليب الوقاية، لأن الوقاية خير من العلاج. وقاية وقانون صارم وتنفيذ سليم، يعني 3 محاور لازم تتجمع مع بعضها لحتى نحن نوصل لحل فعلا يحل هاي المشكله. استاذه الوقايه، خلينا نحكي عن الوقايه اللي حضرتك تحدثتي عنها اللي هي اهم من العلاج. الوقايه عن طريق مثلا حملات توعويه، هل وزاره الشؤون الاجتماعيه دور بانه كمان تعمل مثل حمله توعويه؟ احيانا الجهل بيؤدي لكثير من القصص ومن الجرائم ومنها الاتجار بالاشخاص والاعضاء وايضا الظروف المحيطة كمان نفس الشيء. فقديش دورها على وزارة الشؤون الاجتماعية في تأهيل هدول العالم؟ أكيد وزارة الشؤون الاجتماعية تلعب دور كبير في الوقاية من هذا النوع من الجرائم مثل ما قلتي، عن طريق حملات توعية، عن طريق خلينا نقول تخصيص وقتها، تخصيص جزء من الوقت وجزء من المال لحتى نشر هذا الوعي وهي الثقافة خاصة عند فئات صغيرة من الناس. قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كمان في عندنا الأسرة، قديه لازم يكون في عندنا توعية، حتى الإعلام، يعني حتى دور الإعلام لا يخفى بهذا الموضوع. هي عبارة عن جهود متكافلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية، بين وزارة الإعلام، بين الأسرة كأهل حتى يوعوا أبنائهم بخطورة هذا النوع من الجرائم، وحتى يكونوا حذرين خاصة هيك بفترات عمرية معينة. يعني فهي جهود متضافرة. طبعا في عنا وزارة العدل، وزارة الداخلية، هدول كلهم بيلعبوا دور بحل هالنوع من المشاكل. عملية تشبيك تماما. وزارة الداخلية نحن في عنا فرع إدارة مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص صحيح. هذا الفرع تابع لوزارة الداخلية وممول ماليا من وزارة الداخلية. من جميع المؤسسات تمام. والوزارات في تمام. يعني جهود كبيرة وجبارة تقع على العاتق المعنيين، لأنه اليوم نحن بظل ظروف الحرب قد ما كان في عندنا وقاية لازم بحاجة لعلاج بشكل كتير كبير، لأنه في كتير من الناس ما في إلى رقيب. مثل ما قلتي أستاذة، مواقع التواصل الاجتماعي صارت بتأثر بشكل كتير كبير خصوصا على القواصر أو القاصرات. صحيح. صحيح. فهي نقطة كتير مهمة. يعني اليوم نحن بحالة حرب، بس في جهود كمان عم تقوم فيها الدولة جبارة أكيد. على الأرض الواقع لتنفيذ هيدا القانون. وحتى اللي بيقرأ القانون أو ببنده بند بشوف في عقوبة صارمة للحد منه بشكل كتير كبير. صحيح صحيح بالضبط. لما بيجي القانون عندنا نحن بيقول لك انه اشغال شاقه 7 سنوات على الاقل، فانت هون وصفت الجريمه على انها جنايه. فلما بتقول انه جنايه فهي يعني هي من ابشع انواع الجرائم وعقوبتها من اكبر انواع العقوبه. فهون انا بكون قدام قانون صارم. حلو كثير يكون عندنا هذا القانون، الاجمل انه ينزل هذا القانون حيز التنفيذ. هون انا بقول للجهات المنفذه تماما. وفي فكره حكيتيها كثير مهمه انه الجهل احيانا. هلا نحن ما بنعرف انه نحن لما بنكون امام تجاره اعضاء مثلا او تجاره بشر، قبل ما اخذ منا هذا المحور المهم اللي هو تجاره الاعضاء، نحن امامنا فاعل وامامنا ضحيه. هي الضحيه احيانا بتخاف،
يعني بتخاف حتى تحكي يعني القاضي بتخاف تواجه المجتمع بهذا النوع من الفعل الإجرامي اللي ارتكب بحقها. فبالعكس لازم يكون عندها علم انه القانون انت ما عاملك كمجرمة، انت عامل خاصة القاصرات يعني انت كضحية، فبالتالي حتى نوع التدابير اللي اخذها بحقها لهي القاصرة مثلا هي تدابير حماية، تدابير إعادة دمج بالمجتمع، إعادة تأهيل وليست عقوبة. يعني في عنا نحن بالقانون دور تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، هي الدور المفروض تكون، أنا عم بحكيك قانون وبتمنى يكون هذا الشيء على حيز التنفيذ إنه فعلا متواجد، يعني تكون مؤهلة باختصاصيين نفسيين بناس مختصة لتدريب وتأهيل هدول الشريحة من الناس اللي وقع عليهم هذا الفعل الإجرامي اللي هو إتجار بالأشخاص مثلا. خلينا نحكي يا أستاذة عن تجارة الأعضاء أو الإتجار بالأعضاء اللي هو ضمن الإتجار بالأشخاص. القانون السوري يمكن أباح بشيء معين بظروف معينة، يمكن بغرض العمليات خلينا نقول الجراحية، أو في أصول معينة بيتم الاتفاق عليها وليس بغرض الإتجار والبيع والاستغلال. خلينا نقول أمتى القانون السوري بيبيح تجارة الأعضاء وفي أي حال؟ تمام. أولا كلمة تجارة الأعضاء لا يبيحها أبدا، ما في شيء عندنا بالقانون السوري اسمه تجارة أعضاء. المصطلح هذا تجارة الأعضاء للأسف هو موضوع صار شائع في مجتمعنا. صحيح. صحيح. وبالتالي نحن عم يلتبس علينا الأمر إنه تجارة أعضاء، أنا مريض بحاجة ماسة لكلية لكبد لأي عضو من الأعضاء القابلة للنقل والغرس، كما عرف القانون السوري استعمل مصطلح النقل والغرس، فإنه بيصير عملية سمسرة للأسف إنه المبلغ الفلاني مقابل. صحيح. التبرع نحن اللي عنا يا بالقانون المسموح قانون وبحالات الضرورة القصوى هو التبرع. التبرع المجاني يمكن هذا المصطلح الصح هو التبرع وليس التجارة. تماما أو أنا هذا اللي بدي أقوله أنه التبرع بالأعضاء للحالة الضرورة القصوى أباحها القانون السوري لحل مشاكل وليس لأذى الأشخاص. أما بدأ ما دخلت فكرة التجارة والعوض المالي بدل العضو المتبرع العوض المالي كمان هو ضمن الظروف اللي عم يعيشوها الناس. يعني نحن بنشوف حالات مختلفة على أرض الواقع وسمعنا فيها كتير. صحيح. في ظل الأزمة تجارة الأعضاء وسرقة الأعضاء سرقة الأعضاء في كان شبكات مخصصة للأسف تم القبض فعلا. عليها من قبل الجهات المختصة بشكل كتير كبير. بس كمان في بدنا نقول الاستغلال المادي كان كمان لظروف حياتية اقتصادية للأسف. صعبة للأسف. يعني مثل ما قلتي أستاذ نحن بحالة حرب، فبحالة حرب في كتير من القصص تطفو على السطح، وهي قصة لازم نحكي نسلط الضوء عليها أنه هي موجودة. ولكن القانون يجب ودائما أنه يحاربها لحتى نحن ما يكون في عنا، وإذا كان في اتفاق أستاذة بين الطرفين أنه على البيع والشراء هو يعني القانون هو مثل ما قلتي هو لازم يحد منه ويردع هذا الشيء. ولكن إذا في اتفاق بين شخص والتاني على بيع مثلا كلية عم يبيعوها لأسباب يعني اقتصادية تمام. هو هذا الشيء ممنوع قانونا الحقيقة حتى لو كان بالاتفاق بين الشخصين، ولكن لما بيكون في اتفاق بيصير صعب على القانون انه يكون بصورة او على المحكمة او على الجهات المعنية تكون بصورة هذا الامر. ولكن لما لازم كل شيء بيتم تحت سقف القانون، ففي عنا شيء يباح وشيء لا يباح، ويمكن نور عدة حالات تم فيها الاستغلال حتى ما اندفع. يعني تماما دفعوا جزء وبعدين تماما يعني هي مثل ما قلتي تحت سقف القانون هي ما كانت قانونية أبدا نظرا لأنه هي محرمة تماما وتم استغلالهم حتى ما تم الدفع، يعني تبرع أو عطاء وبعدين ما دفع له. هلا بغض النظر اذا دفع له ولا دفع له، العمليه بحد ذاتها المبدا هو قانونية. خطا لانه انا يعني بصير عم بتعامل مع اعضاء الجسم البشري كانها هي تجارة. مصطلح لو انه قطع غيار يعني انا باستبدال، هذا الشيء المفروض يمنعه القانون حتى لو كان في عنا اسباب اقتصاديه وحتى لو كان في عنا عوز او فقر شديد، ما لازم يكون الحل بهي الطريقه. ما يوصل المرحله انه اعضاء الانسان هي تصير قابله للمتاجره والبيع والشراء. فلما برجع بقول انه القانون القصه اللي اباحها هي نقل الأعضاء بحالة الضرورة ضمن شروط طبعا. بس عقوبة سرقة يعني سرقة الأعضاء أو سرقة الجثث كمان هي عم نشوفها، هون العقوبة تختلف عن تجارة الأشخاص فينا نقول ولا؟ هلا بالنسبة لسرقة الأعضاء من أبواب تجارة الأشخاص بتيجي 7 سنوات
طريقة الجثث، لأنه هون بكون عندنا جثة ما في عندنا شخص حي اعتدينا على سلامته الجسدية، هون العقوبة سنة الحبس لمدة سنة، ولكن استثنى أو هو ما غير التوصيف الجرمي. طلاب الطب البشري لما بيكون عندهم هن أحيانا ممكن يحتاجوا جثث لحتى يقوموا بالتشريح. هلأ كمان هو فعل محرم وقانونا غير مقبول، ولكن العقوبة تخففت فقط لطلاب الطب البشري، بدال السنة حبس هي 6 أشهر، لأنه أخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يكون الغرض من سرقة الجثة حصرا وليس سرقة الأعضاء أنه بيكون في غرض تشريح، أو ما غير توصيف الجرمي ولكن غرض غير تعليمي مو تجاري، غرض تعليمي مو خفف له العقوبة ولكن هي جريمة. نعم، يعني يعني بنود كتير وشغلات كتير واسعة، القانون السوري هو بحر يمكن تماما وخاصة بهذا الموضوع تماما واسع، تعرفنا عليها وعلى تفاصيلها من حضرتك، كل الشكر لك أكيد، وإن شاء الله يكونوا اللي عم يتابعونا قدروا يستفادوا من القوانين يلي حضرتك تحدثتي عنها. يسعد صباحك مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك. وصباحكم يا رب. يمكن موضوع مهم جدا واسع قليل قد ما حكينا عنه، بس قبل ما نختم كنت أسألك سؤال، انه العقوبة تختلف من الأشخاص السوريين وغير السوريين ضمن القانون السوري؟ هلا نحن بتجارة الأشخاص تمام أو الأعضاء. هلا هون نحن قبل ما أحكي عن العقوبة، بس في نقطة كتير مهمة، انه لما سمح القانون بالتبرع بالأعضاء فهو ميز بين السوريين وغير السوريين. السوريين تمام. مجانيين يعني لما بتروحي على المشافي الحكومية وبيكون معك الموافقة، موافقة اللجنة، لأنه هو بيقرر لجنة انه حتى تصرح بعملية النقل، فهون بتكون الرسوم كاملة مجانية. أما الأشخاص غير السوريين فهن بينفرض عليهم رسوم بتخص وزارة، يعني بتصدرها وزارة الصحة. هذا هو الفرق بين السوري وغير السوري بعملية النقل وغرس الأعضاء. يمكن كمان سؤال نور مهم كتير كان للسوريين وغير السوريين، لكل اللي عم يتابعنا وبيهمهم هذا الشيء. شكرا كثير لك. شكرا لك المحامية الأستاذة رنا ديب على وجودك معنا، وإن شاء الله الخميس القادم نستكمل الحديث عن هذا الموضوع. شكرا كثير لك. شكرا لك نور. هلا رح نتوقف بجولة صباحية على أبرز الأخبار الثقافية، ونبدأها من معرض الربيع السنوي الذي تقيمه وزارة الثقافة في خان أسعد باشا بدمشق القديمة. المعرض يضم أعمالا لجيل الشباب وصلت لأكثر من 80 عملا فنيا بين التصوير الزيتي والجرافيك والنحت، غلبت عليها المواضيع الإنسانية والطبيعة الصامتة، وجاءت أعمال التصوير بتقنيات متعددة بين الزيتي، الأكريليك، الكولاج، بأساليب تراوحت بين اللاتعبيري والواقعي والتعبيري المقترب من التجريد، فيما أعمال النحت تنوعت بين الخشب الحجر الصناعي بأساليب تعبيرية وتجريبية. وبننتقل سالي لخبرنا التالي بنشرتنا الثقافية لليوم، وإلى محافظة اللاذقية وتجربة سينمائية تعد الثانية لفرقة أليسار المسرحية وجمعية الشباب للفنون السينمائية السورية، حملت عنوان دومتك لتكون محاولة سينمائية للنهوض بالفن السابع من قبل المبدعين الشباب. علا ناصر وتفاصيل المادة خلونا نتابعها معا. دومتك هو بيحكي عن الحافز عند الإنسان إنه ما يكون يرضى بالواقع المرير اللي هو فيه، يرضى بالشيء فكري، ما يرضى بالشيء اللي عايشه. يعني هلأ نحن نتطور، نتحدث، في عنا أدواتنا، في عنا إيماننا، في عنا حب، في عنا حب حقيقي موجود بهذه البلد. فيلم دومتك بشكل عام بيحكي عن مشاكل اجتماعية بتدور حول الضياع، وكيف بيتم التخلص منها، وكيف بيتم رقي الضيعة من ضيعة فقيرة لضيعة بيتم تحسين الحال، ما للأفضل كتير بس للأفضل على ما كانت عليه. اسمي رولا بالفيلم، يعني هيك بتكون بنت شوي مصبيانة انه بتساعد ابوها اما ميتة، عندها موهبة هي بتغني، فبيجي احد الاشخاص من برا الضيعة وبيكتشف هيدا الموهبة، بحاول انه هو يساعد كل الموجودين بالضيعة لحتى انه يطوروا مواهبهم ويطلقوها للعالم. رسالة الاولى انه فينا نقول نحن الشباب بدنا نشتغل وعاملين جهد وبازلين بهذا الموضوع،
نتمنى من الناس تشوف شغلنا وما تدقق على التفاصيل الصغيرة. بالنسبة لهذا الفيلم كان تجربة كتير حلوة لنا، كان بالبداية أول شيء كنا أهل كلياتنا فيه، في عنا رسالة بدنا نوصلها، ضيعة منسية ما حدا مهتم فيها، إجا عليها أستاذ ولقى الناس هناك قمة بالجهل والتخلف بصراحة، فحب هذا الرجل أنه يعمل شيء من أهل هاي الضيعة، وحاول كثير وأهل الضيعة كلياتهم استجابوا لهذا الموضوع. ليش عم تعملوا الناس بهالطريقة؟ رح ننتقل لحلب، حيث نفذت كلية الفنون التطبيقية معرضا تشكيليا بعنوان قلعة حلب رمز الحياة. ضم المعرض أكثر من 40 لوحة تشكيلية. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. بمناسبة أعياد نيسان وتيمنا بقلعة حلب الصامدة، نفذت كلية الفنون التطبيقية في حلب معرضا تشكيليا حمل عنوان قلعة حلب رمز الحياة. نحن جامعة حلب، نحن كلية الفنون الجميلة، عادة في عنا دروس بالموقع، يعني مو كل شيء أنا بسويه بالكلية، ممكن أطلع لبرا أسوي دروس عملية يتفاعلوا مع المنظر، يتفاعلوا مع الورشة. فأنا وقت واحد وقت طالب بيشوف لقطة معينة بهالحالة بتفاعل فيها أكثر ما يشوفها بصورة، فممكن تمثل له القلعة أي لقطة تانية بصورة غير ما تمثل له بالواقع. الأعمال تقريبا تجاوزت 40 عمل، الطلاب تجاوز 40 طالب اللي كانوا نشيطين ومتابعين جدا. حالة كانت حالة إبداعية وحالة وطنية حقيقة. ضم المعرض أكثر من 40 لوحة تشكيلية متعددة الرسمات، منها الزيتية وأخرى بقلم الرصاصة، كل لوحة منها تحاكي حجرا وقطعة من قلعة حلب الصامدة. سالي ختام جولتنا الثقافية لليوم من اللاذقية، فقد تفردت ريشة الفنان طلال علي بتجسيد خصوصية الطبيعة وجمالها، فبرز اللون الأخضر ليوحي بالحياة والعطاء من خلال لوحات قدم من خلالها الفنان صور مختلفة للجمال ضمن معرض في صالة الباسل بفرع اتحاد الفنانين التشكيليين الذي انطوى تحت المدرسة الانطباعية والتعبيرية، فجسد خلالها الشهيد بعظمة التضحية وصولا لذكريات الطفولة في بيت جبلي، عكس من خلاله الحنين للمكان والأشخاص الذين تركوا بصمة في حياته. يذكر بأن الفنان طلال علي خريج كلية الفنون الجميلة وله العديد من المعارض المشتركة والفردية، كانت بدايته عام 2004. نور، جولتنا الثقافية وصلت لختامها، فاصل ومنتابع بقية فقراتنا لليوم. أما هلأ سالي ننتقل لمادتنا التالية بمشاركة أكثر من 120 متطوع من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وبالتعاون مع مجلس مدينة الحسكة بدأت الأعمال التطوعية التي استهدفت تنظيف المدينة والأرصفة. تفاصيل مع مراسلنا أحمد الحمدوش في الحسكة بالمادة التالية.
لأنها بلدنا الجميلة دائما في عيوننا. شارك نحو 120 متطوعا من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع مجلس مدينة الحسكة بيوم عمل تطوعي استهدف تنظيف وطلاء الأرصفة في الشارع الممتد من ساحة القائد الخالد باتجاه دوار مرشو. الهدفين الأساسيين للحملة هو إيصال صورة مناسبة إلى المجتمع المحلي وتعزيز السلوكيات النظافة العامة حول تنظيف شوارع المدينة. أيضا الهدف الأساسي الآخر الذي دائما ما يركز عليه الهلال الأحمر هو تعزيز مبدأ التطوعية والتشاركية، سواء كان ضمن متطوعي فرع الهلال الأحمر نفسهم أو الهلال الأحمر والمجتمع المحلي. قام فرع الهلال العربي السوري اليوم بمناسبة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بالعمل فعلا بتنظيف شارع فارس الخوري والقيام بإدهان شارع فارس الخوري من ساحة السيد الرئيس إلى دوار المرشو إن شاء الله، ونشكر هذه المبادرة وعلى كل من قام بهذا العمل التطوعي. المشاركون أكدوا أن الهدف من إقامة هذا اليوم هو ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع والمحافظة على الصحة والمظهر العام، إضافة لتنظيف شوارع المدينة وطلائها. بلش الاستقرار يرجع لبلدنا، وبدأت المفاصل الأخرى تأخذ دورها وترجع مثل ما كانت طبيعية، وإن شاء الله اليوم حملة التنظيف اللي عم بيقودها الهلال الأحمر بكل متطوعينه وبستنفرين، وإن شاء الله يعني نقدر نحقق شيء والأهالي كلها متعاونين معنا. تقوم المنظمة بدعم السلطات المحلية وقدرات المجتمع المحلي في رفع سوية الصحة العامة والإصحاح البيئي، لذلك يشارك متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة اليوم في حملة للنظافة العامة في شوارع مدينة الحسكة، وبما يحفز السكان لتحمل مسؤولياتهم. جينا هلا يعني حملة التنظافة بكل مكان بالحسكة، فريق الهلال الأحمر فريق طوعي وطوعنا ان احنا نجي ننظف. طبعا كل انسان يعكس اللي جواته، نحن كلياتنا ايد بوحدة، ان كان نحن ولا عام النظافة ولا اي مواطن طبيعي، فنحن جايين نحن ننظف تطوعا منا حفاظا على نظافة البلد. نحن اليوم عم نشارك ابناء وطننا بتنظيف حملة تنظيف وحملة ادهان ل أطاريف الأرصفة بمحافظة الحسكة، تأكيد على انتمائنا لوطننا وسوريا قائمة وراح نعمرها من جديد. نشاطات تطوعية يقوم بها الشباب منذ بداية الحرب على سوريا، مؤكدين على روح التكاتف والعمل يدا بيد من أجل إعادة إعمار سوريا لتبقى بهية صامدة كما عاهدناها. نور، هلأ لازم ننتقل لآخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية. ننتقل لاستوديو الأخبار مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك سالي، وشكرا لك. مشاهدين، نبقى مع موجزين لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. عاد نحو 500 مهجر بسبب الإرهاب من لبنان إلى منازلهم في بيتجن ومزرعة بيتجن بريف دمشق، وذلك عبر معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية. وأكد مراسل الإخبارية أكد أن 15 حافلة أقلتهم إلى الأراضي السورية بمرافقة من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري، وأعرب العائدون عن ارتياحهم واطمئنانهم لكونهم عبروا الحدود وسط تسهيلات وإجراءات أمنتها الجهات المختصة لهم منذ لحظة انطلاقهم من شبعة اللبنانية وصولا إلى أرض الوطن. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن استعدادهما للمساهمة في استئناف المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة، وأوضح الكرملين أن الجانبين بحثا في اتصال هاتفي الوضع في سوريا بعد العدوان الثلاثي عليها. كما تم خلال الاتصال التأكيد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان سوريا، وأعرب الجانبان عن الاستعداد الكامل للمساهمة في استئناف المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة.
أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع فلاديمير شامانوف أن السنوات الأخيرة أثبتت أن أهداف روسيا والولايات المتحدة في سوريا لا يمكنها أن تتطابق، وانتقد شامانوف محاولة التحالف الغربي تجاهل روسيا والتقليل من دورها في تسوية الأزمة في سوريا، واصفا التصريحات الأمريكية حول الادعاء بقرب واشنطن من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بأنها وقاحة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات هي لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام. وأوضح شامانوف أن الغرب يحاول عبر تشكيل التحالفات التقليل من دور روسيا من خلال الإقدام على أعمال استفزازية تخرج عن حدود المعقول. في خبرنا الأخير، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن السلطات البريطانية تدمر الأدلة المادية في قضية تسميم الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري ببريطانيا. وأكد المندوب الروسي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فند ادعاءات لندن حول دور موسكو في تسميمهما، وقال إن الغرب لا يهتمون بالحقيقة، مشددا في كلمته على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول قضية سكريبال لا يشمل أي حجة قد تساعد بريطانيا في تعزيز فرضيتها الكاذبة حول تورط روسيا في واقعة سالزبوري. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك سالي. شكرا لك علا أبو خضر زميلتنا من استوديو الأخبار، مكفيين ببقية فقراتنا صباحنا غير فضل. أكيد سالي، وآخر فقراتنا لليوم رح نتوقف فيها بعالم الفلك تزامنا مع الأسبوع العالمي للفلك، ومع ضيفنا الأستاذ محمد العصيري رئيس الجمعية السورية للفلك. رح نتوسع اليوم بالحديث عن أبرز البحوث والمشاريع في سوريا ضمن هذا المجال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك نور. سالي يسعد صباحكم، صباح الخير. صباح الصيفي يلي بلشت فيه الأجواء الصيفية عم تنتشر. مثل ما تفضلتي نور، نحن هلا عم نعيش بأجواء صيفية وبأجواء فلكية، يعني نحن بنحتفل، العالم كله بيحتفل بهالفترة باليوم العالمي للفلك والأسبوع العالمي للفلك المتزامنين. اليوم العالمي للفلك اللي هو ب 12 نيسان، أما حاليا نحن من 18 إلى حوالي 25 نيسان بيكون الأسبوع الفلكي. سبب تسمية الأسبوع الفلكي واليوم الفلكي هو الإنجازات الكبيرة بعلوم الفضاء والفلك. إذا سمحتوا لي بلش من خبر تماما، إذا سمحتوا لي بلش بخبر هلا عم ينزل على شاشة الإخبارية، هو اكتشاف 3000 كوكب خارج مجموعتنا الشمسية. الآن على شاشة الإخبارية عم ينزل خبر هو اكتشاف 3000 كوكب خارج مجموعتنا الشمسية. هذا الخبر لم يكن لولا اليوم الفضاء، لولا يوم 12 نيسان عام 1961. عام 1961 تغير نظرة العالم إلى الفضاء والفلك. صوت بسيط، هو صوت بيب 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 بكل بساطة. هذا الصوت أرعب دول بحد ذاتها وأسعد وأفرح دول بحد ذاتها. أول قمر صناعي كان سبوتنيك 1 عام 1957 يرسل بيب بيب بيب. هذا الصوت تماما مجرد هذا الصوت كان إعلان لإطلاق مشروع اسمه مشروع الفضاء. 57 و61 أطلق أول رائد فضاء إلى الفضاء يوري جاجارين. أيضا ب 12 نيسان عام 1961 أول إنسان يصل إلى الفضاء يوري جاجارين. يوري جاجارين تم اختياره من بين 20 مرشح ليكون رائد فضاء، خضع لكل التجارب الصعبة النفسية والجسمية والرياضية والتجارب الشاقة. كان وضع رائد الفضاء صعب، ما بيعرفوا شو الشروط، لدرجة أنه لما بعثوه ليوري جاجارين على الفضاء خافوا يكون في آخرين بالفضاء عم يستنوه، فعطوا معه مسدس نصف آلي. طبعا ما كانوا يعرفوا عليه تماما، ما كانوا يعرفوا أنه هذا المسدس لا يعمل في الفضاء، لكن كانت مفارقة جميلة. يوري جاجارين نجح هو وتيتوف رائد الفضاء الآخر البديل. كانوا الاثنين مميزين جدا. الحكومة السوفيتية بوقتها كانت أمام خيار صعب، مين بدها تختار، تيتوف ولا جاجارين؟ دوروا على أي تفاضل بين الاثنين. يا سلام، الاثنين متشابهين تماما. فتم اختيار صاحب البسمة الأجمل والطول الأقصر يوري جاجارين، لأنه كرسي سبوتنيك 1 اللي طلع فيها يوري جاجارين كان كرسي حجمه. تماما. وبسمة يوري جاجارين جعلت منه وجه إعلامي جميل.
حتى بعد الانتصار يلي حيحققه يوري جاجارين يكون هذا الوجه. ايضا من قصص الطريفه باطلاق اول انسان الى الفضاء، خراتشوف كان رئيس الاتحاد السوفيتي، كانوا قايلين له العلماء ان يوري جاجارين لن يعود حيا الى الارض، ما في كان تقنيات ترجع يوري جاجارين حيا الى الارض، فجهز نعوه ليوري جاجارين. يوري جاجارين الانسان لما يتعرض لمواقف محرجه بيطلع معه ابداع، فيوري جاجارين لما رجع للغلاف الجوي وارتفعت حراره الكبسوله باللحظه كان متوقع انه يحترق يوري جاجارين مع الكبسوله، تصرف اذهل العلماء، قفز من الكبسوله وهبط بالمظلات الى الارض ليضمن حياته ويضمن ان يبقى حيا، وبالفعل نزل بمظلات على الارض، نزل بحقل. هذا الحقل ما كانوا متفقين انه ينزل بهالمكان، فما كان في لسه ناس عم تستناه، عم تزرع الارض، فلقى جسم ما شوي شوي عم ينزل للارض، ارتعبت خافت، بعد شوي تجرأت وراحت سالته، قالت له عفوا انت من الفضاء؟ قال لها بصراحه ايه انا جاي من الفضاء. يوري جاجارين كان معه اعلان انطلاقه علوم الفضاء والفلك، ومعهم نحتفل كل عام ب 12 نيسان بيوم الفلك، بعد منه توالت الانجازات بعلوم الفضاء والفلك وصولا الى محطه الفضاء الدوليه اليوم يلي عم يعيش فيها الانسان. كل يوم في بشر موجودين بمحطه الفضاء الدوليه، يعني صرنا نحن موجودين بالفضاء بشكل دائم. محطه الفضاء الدوليه 6 اشخاص موجودين فوق. يعني اذا تفضل يعني يمكن عم تحكي عن كيف نزل هو من الفضاء، يمكن التكنولوجيا الحديثه يلي دخلت على عالم الفضاء والفلك، ممكن نحن مع الايام نلاقي عالم من الفضاء نازلين وقاعدين معنا. قديش فكرة وما هو التأثير يلي حققته بهذا المجال؟ بالضبط سالي، لاحظي هلأ اليوم نحن لما يوري جاجارين كان بده يصير رائد فضاء اضطر يتدرب سنوات لحتى قدروا يجهزوه لرائد فضاء، اليوم لا، اليوم مجرد يوم واحد قبل مهمة الفضاء ممكن يطلع سائح إلى الفضاء. التكنولوجيا اليوم مثل ما تفضلتي غيرت تماما من كل تفاصيل مهمات الفضاء، اليوم أتاحت التكنولوجيا الفرصة للبشر فعلا أن يكونوا رواد فضاء بسهولة، عشان هيك اليوم الانطلاق لموضوع السياحة الفضائية، بمعنى صارت محطة فضاء دولية بتكنولوجيتها كالمنزل الآخر، مجهز بكل ما بيخطر ببالكم، بيتنا الثاني من وسائل تواصل مع الأرض، من طعام، من شراب، من غرف معيشة، كأنه واحد ببيته، هي كلها أتاحتها التكنولوجيا الحديثة. هل يا ترى هالتكنولوجيا بتخلينا وبتخلي الإنسان قادر أنه يزور كواكب تانية؟ هون السؤال يلي ما زالت التكنولوجيا عاجزة عن إجابة عليه. يعني مثلا الخبر يلي ذكرته أنه 3000 كوكب، يا ترى 3000 كوكب هل أحد هذه 3000 أحد هالكواكب صالحة للحياة؟ الجواب ما بنعرف طبعا، دائما مجهول تماما بالنسبة لنا. التكنولوجيا ما عطتنا إجابة عن هذا السؤال حتى اليوم. جمالية علوم الفضاء والفلك أنه تطرح من الألغاز أكثر بكثير مما تجيب. أحلى شيء بعلوم الفضاء والفلك، أحلى شيء أنه نتخيل، لأن الخيال بعلوم الفضاء والفلك اليوم هو مستقبل، هو المستقبل، هو الواقع في المستقبل. لما تخيلوا إرسال إنسان إلى الفضاء ما كان هذا الشيء محقق حتى 12 نيسان عام 1961، بعدين تحقق. اليوم عم نتخيل وجود الإنسان، عم نتخيل نعمل شو شهر عسل على القمر، عم نتخيل مثلا نزرع المريخ، هذا خيال اليوم. حلوة فكرة شهر العسل على القمر، مستقبل أكيد. هلأ كل الصبايا هلأ بدل ما تروح على إبنة رح تختار القمر بعد مليون دولار بس. من فترة كمان كان في أوركسترا روسية ما رح يفرق معهم يطلعوا على القمر، كان من فترة في أوركسترا روسية مشروع أنه تطلع على المريخ، فهي أفكار فعلا خرج أنه تتحقق. يمكن والأيام القادمة هي الكفيلة لتجاوب على هي الأسئلة الكتير في خيالنا. خلينا نحكي عن يمكن مشاريع والنشاطات للأسبوع الفلك العالمي، شو النشاطات اللي بتقوموا فيها؟ ما هي أبرز النشاطات؟ تمام، بالنسبة لنا، بالنسبة للعالم بشكل عام، بهذا الأسبوع بيحاول يعمل تواصل كامل بين دول أعضاء بالاتحاد الدولي للفلك للاحتفال بمناسبة الأسبوع الدولي للفلك. نحن بسوريا حاولنا نعمل عدة نشاطات بعدة محافظات سائبت أن يكون الأسبوع الدولي للفلك مع رصد هلال شعبان تحضيرا لرمضان، فكان عندنا نشاطات رصدية كتير جميلة، كان عندنا نشاطات ومحاضرات بعدة محافظات. أيضا نحن مقبلين على نشاطات مميزة جدا، مرصدنا رح يكون فاتح أبوابه للناس، ممكن أي إنسان يزورنا، رح يكون في رصد للكواكب، وخاصة أنه نحن في عندنا اقتران جميل لكوكب الزهرة وزحل،
الاثنين مع بعضهم قريبين من بعضهم قبل ساعات الفجر الاولى، فمنظر رائع جدا ممكن رصدهم بالسماء اللي فيه بالصبح بكير قبل شروق الشمس، وبيطلع على الجهه الشرقيه بلاحظ او عفوا الغربيه بلاحظ نقطتين قدام بعضهم هنين كوكبين، كوكب زحل وكوكب الزهره، الزهره لامع جدا وواضح جدا في السماء. اذا هي بعض التفاصيل. نحن هذا العام عم نحاول ايضا نعيد تسليط الضوء بشكل اكبر على كوكب تدمر، هذا الكوكب الجميل يلي تم تسميته بشكل رسمي باسم كوكب تدمر. يعني لازم دائما نحن يكون لنا دور بهالاحتفاليات العالميه بمجال الفضاء والفلك. التواصل دائما بمجال الفضاء والفلك، الان يتم الاعداد لمؤتمر دولي باحد دول الجوار يجمع فيه الاتحاد الدولي للفلك اعضائه لمناقشه سياسته وخطته للاعوام القادمه. اليوم نحن مقبلين على اكتشاف كواكب شبيهه بالارض، نحن بحاجه لاطلاق تسميه عليها. في عندنا نحن كسوريا عده اقتراحات، عده اسماء، في عندنا عده مشاريع حتلاحظوها مع بدايات الفترة القادمة، عندنا أحداث فلكية مهمة جدا، منها أنه المريخ حيكون بأقرب نقطة له للأرض، وتذكري سالي تناقشناها بلقاء ماضي، صحيح. والمشتري بأقرب نقطة له للأرض، هل نقطتين هدول أو هالظاهرتين هدول ما رح نخليهم يمروا ببساطة، لا حيكون في استعداد كامل لرصدهم لإتاحة الفرصة للناس كلها أنه يتابعوا هالكوكبين بشكل جميل، يتعرفوا على المريخ وتفاصيله، لأنه فرصة لا تعوض أن يكون المريخ بأقرب نقطة للأرض. أكيد، يعني كان صباح مميز، صباح كله طاقة إيجابية، كله كواكب وكله حديث عن العالم وعن الفضاء. بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا أيضا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله بنقدر نواكب معك كل الأحداث تبع الكواكب والفلك. أهلا وسهلا سالي، يسعد صباحك نور. يسعد صباحك، يسعد صباحك رئيس الجمعية السورية للفلك الأستاذ محمد العصيري، شكرا لوجودك معنا. يمكن الحديث عن عالم الفضاء والفلك يطول، إن شاء الله بالحلقات القادمة. شكرا كثير لإلك. مع هيدا الحديث سالي وعالم الفلك، رحلتنا الثقافية أو رحلتنا الصباحية وصلت لنهايتها. أكيد بتمنى بقية نهار ممتع لكل مشاهدي الإخبارية السورية، كل الأمل برفقتكم عين الإخبارية دائما على الواقع لترصد أبرز الأحداث على الساحة العربية والعالمية. وأكيد تحيتنا بالبداية والختام لكل جندي سوري، هو اليوم عنوان الأمل لبكرة ولكل أيامنا الجاية. شكرا لك نور، وأيضا لأي مواضيع بتحبوا تكون عناوين فقراتنا بحلقاتنا الجاية ما قلكن إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. صباحنا غير، مشوارنا اليوم خلص، لكن بتجدد معكم اللقاء كل يوم بتوقيت الياسمين 9 الصبح. بإمكانكم متابعة حلقة اليوم بالإعادة أكيد الساعة 1 بالليل. كل التحية لجنودنا أبطال الجيش العربي السوري، أنتوا عزنا، كل الحب لكم وشكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.